إلى الرأي العام نداء إلى الهيئات والمنظمات الدولية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية وقوات التحالف الدولي والقوى الحكومات الفاعلة والمؤثرة في المنطقة، وإلى المنظمات المختصة بحقوق الأطفال والمرأة، وخصوصا إلى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. نحن نازحي ولاجئي الحروب الدائرة في مناطقنا بسبب النعرات والخلافات الطائفية والمذهبية والعرقية، وتحقيقا لأجندات بعض القوى الإقليمية والدولية، حيث بدأت بعض التشكيلات العسكرية بالظهور وأعلنت حربها ضد كل من لا يتفق معها في الرأي والعقيدة. لجأنا إلى هذه المنطقة من الأرض وهي شمال وشرق سوريا، وتحت حماية وإدارة الإدارة الذاتية والديمقراطية وقوات قسد التي بدورها أمنت لنا الحماية والكرامة والأمل بالحياة ولعائلاتنا، وفتحت بإمكانياتها البسيطة أحضانها لنا وفي المخيمات، فتحت خصيصا لنا حيث الأمان والسلام والكرامة المؤمنة. ولكن يبدو أن ذلك لم يكن في حساب تركيا وبعض الأنظمة الغاصبة، حيث بدأت بإثارة المشاكل والتهديدات التي أرعبت ساكني المخيمات من الأطفال ونسوة ورجال. كما نطلب من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أن تعمل على حماية اللاجئين والنازحين والهاربين من الموت بكافة السبل المتاحة من سياسة ودبلوماسية، وفرض قوانينها على المعتدين، ورفع علم المفوضية على المخيمات، بغية معرفة العالم أجمع أن هؤلاء تحت راية وحماية المفوضية السامية لحقوق اللاجئين. وكذلك نطلب من الحكومة العراقية فتح الممرات لعودة اللاجئين إلى ديارهم وإنهاء معاناة الهجرة والنزوح لديهم.